أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين السلام عليك يا ابا الفضل العباس ابن امير المؤمنين السلام عليك يا ابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوطهم على الإسلام أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواسي الأخوة والأخوات الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا واياكم والامه الاسلاميه بحلول ذكرى شهر محرم الحرام وايام عاشوراء العليمه عاشوراء الحسين عليه السلام جعلنا الله تعالى واياكم وجميع المؤمنين من المواسين للنبي الاكرم صلى الله عليه واله واهل بيته الطاهرين وبالخصوص مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف نسال الله ان يتقبل منا ومنكم هذه المواسات الإخوة والأخوات الكرام ما زال كلامنا في زيارة سيدنا الإمام الصادق عليه السلام لأبي الفضل العباس عليه السلام حيث تطرقنا في الحلقات الماضية إلى جملة من العبارات التي وردت في زيارة الإمام عليه السلام حيث قال سلام الله وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وعباده الصالحين وجميع الشهداء والصديقين الى هنا كان كلامنا في الحلقه الماضيه اخر فقره او فقره اخذناها هي كلمه الصديقين الشهداء والصديقين بعد ان قال الامام ونقل هذا السلام عرج بعباره واتبعها بعباره بقوله عليه السلام الزاكيات الطيبات او على روايه اخرى والزاكيات الطيبات فوردت كلتا الروايتين في الزياره او وردت الزياره بروايتين روايه الزاكيات الطيبات وروايه والزاكيات الطيبات بإضافة حرف الواو حرف العطف بعد كلمة ولفظة الزاكيات اذا قلنا ان الكلام كلام الإمام كان الزاكيات الطيبات فمعنى أن هذه أو هذا السلام الذي ورد من الله سبحانه وتعالى الذي هو مورد العطف والرحمة والرأفة لسيدنا أبو الفضل عليه السلام وسلام الفئات الأخرى لا بس قبل هذا أن نتكلم عن, الس... عن الزاكيات معنى الزاكي من زكى يزكو طبعا له عدة معان له معان عدة منها مثلا زكا أي نما زكاة الزرع نماؤه ومنها أيضا الزاكي الصالح، أو الممدوح ومنها الزاكي المبارك ومن معنى الزاكي مثلا كما ورد في كتب اللغة مثل كتاب تاج كتاب الصحاح تاج اللغة وزكى الزرع يزكو أي نماء ينمو أما في المعجم الوسيط فقد وردت أكثر من معنى جمع أكثر من معنى للزكاة وقال الزكاء أي البركة والنماء والطهارة والصلاح وصفوة الشيء هذه عدة معاني للزكاة فقول الإمام والزاكيات أو الزاكيات الطيبات لا بأس أن تجتمع عدة معان في هذه العبارة فيمكن أن يكون هذا السلام الذي نقله سلام مبارك صالح طاهر نام يصح صالح لأن يكون محلا لأبي الفضل العباس عليه السلام ولائق بأن يكون في ساحة وساحته ساحه ضريحه المبارك وفنائه الشريف فهذا السلام يمكن ان يكون زاكيا وهو من الله عز وجل وهو مورد الرحمه واصل الرحمه والبركه والخير والعطف والرأفه فالسلام من الله سبحانه ثم السلام من الملائكه المقربين ليس اي ملائكه وانما الملائكه المقربون هم الذين آه اوصل الامام سلام الله عليه سلامهم وهم الذين يشهدون على العباد وايضا يرون ما ما هو عمل العباد ومنازل العباد سلام الله كما قلنا ثم سلام ملائكته المقربين وانبيائه المرسلين الذين هم اعلى في اعلى مراتب النبوه ما عدا العزم وايضا منهم اولي العزم ايضا مشمولون بالانبياء المرسلين فسلام الانبياء المرسلين ايضا وانبيائه المرسلين وعباده الصالحين العباد الصالحون الذين هم محط ومهبط سلام المصلين كما في ختام الصلاه السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهؤلاء الصالحون ايضا سلامهم المبارك الصالح النامي الزاكي ايضا على ابي الفضل العباس وايضا سلام وعباده الصالحين وجميع الشهداء والصديقين الشهداء الذين اعطاهم الله مرتبه عاليه حيث جعلهم احياء عنده يرزقون وينعمون بنعمه وخيراته الشهيد الذي له منزله عظيمه جدا كما في رواية النبي ليس كل فوق, فوق كل ذي بر بر حتى يقتل المرء في سبيل الله فليس فوق ذلك بر مضمون الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله فالشهداء الذين هم في مراتب عالية أيضا يسلمون سلاما خاصا على سيدنا أبي الفضل عباس موصوف بأنه زاك ونام وصالح وسلام مبارك كذلك بعد ال أنبيائه المرسلين وعباده وعباده الصالحين وجميع الشهداء والصديقين كما قلنا سابقاً أن الصديقون هم مراتب وعلى المراتب هو مرتبة أمير المؤمنين عليه السلام وهو الصديق الأكبر في الرواية أن الصديق أن الصديقين ثلاث أو ثلاثة أن الصديقين ثلاثة هم حبيب النجار ومؤمن آل ياسين والامام امير المؤمنين وهو افضلهم وافضل الصديقين، فايضا سلام الصديقين على سيدنا ابي الفضل العباس سلام الله عليه. هذا السلام موصوف بانه سلام سلام نام مبارك صالح لان يكون محلا وموضعا لحضره ومرقدي سيدنا ابي الفضل. هذا على روايه ان الزاكيات بدون حرف الواو، اما الروايه الاخرى والزاكيات الطيبات فهنا العطف بمعنى ان هذه ايضا مرتبه ومعنى جليل لسيدنا ابو الفضل العباس وهو محط العنايات الالهيه كما يقول احد الفضلاء والاعلام بانها محط ان هذه العنايات الخاصه التي ليست بدعاء من احد ولا باسباب عاديه وهذه ايضا يمكن ان ينالها المقربون والصالحون والاولياء والذين بلغوا مراتب عاليه فيمكن ان ينالوا هذه العنايه الخاصه التي هي ايضا مورد لسيدنا ابو الفضل العباس ومهبط لسيدنا ابو الفضل العباس يمكن ان يكون محلا لهذه العنايه وهذا التكريم. فهذه السلام وهذا وهذه التحيات الموصوفة بهذه الاوصاف كيف تكون متى تكون قال الامام عليه السلام فيما تغتدي وتروح وصفها ايضا بوصف اخر او ظرف أو جعلها في ظرف اخر وهو هذا الظرف انها ليست مره او مرتين او ثلاث مرات وانما هي مستمره على مدى الأعصار والدهور وما دامت السماوات والأرض وما دام الليل والنهار حيث وصفها أن, أن هذه التحيات وهذا السلام وصفها بأنها فيما تغتدي وتروح يعني غادية رائحة صباحا مساء أو ربما على معنى آخر كما قلنا في حلقة سابقة على مدار اللحظات ومدار الأوقات أن السلام واصل متواصل على مرقدي وضريحي ومحلي ابي الفضل العباس سلام الله عليه فيما تغتدي وتروح على من؟ على من هذا السلام ولمن هذا السلام لابي الفضل وعلى ابي الفضل عليك يا ابن امير المؤمنين وصف الامام الصادق عمه العباس بهذا الوصف عليك يا ابن امير المؤمنين لعلهن لعله مراد الامام والله العالم لماذا قال يا ابن امير المؤمنين ولم يقل يا ابا الفضل كانه ربما يستشف او ربما والله العالم يستشف من هذه العباره انه نسب العباس لامير المؤمنين تاره نسبا طبيعيا وهو هو ابن امير المؤمنين فهو من هذه الشجره العظيمه الباسقه وهذه الشجرة الطيبة المباركة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء فهو ابن أمير المؤمنين حقا وحقيقة وشبل ذلك الأسد فهذا الشبل من ذلك الأسد وهو العباس بن علي بن أبي طالب سلام الله عليهم أجمعين هذا معنا قد أيضا معنا آخر يمكن أن يستشف أن العباس ابن أمير المؤمنين من جهة ليس فقط النسب وإنما أيضا انتماء وولاء ومتابعة ومشايعة فالعباس عليه السلام خطا على خطى أبيه أمير المؤمنين وسار بطريق أبيه أمير المؤمنين وسار بهذا الطريق ومشى تلك الخطى خلف تلك الخطى التي مشاها اباه طبعا باختلاف المرتبه فسار ومشى وتقفى اثر اباه علي بن ابي طالب عليه السلام من جهه الشجاعه والزهد والعلم والاباء والزهد في الدنيا والايثار والمقاتله والجهاد في سبيل الله. كل هذه أيضا ورثها العباس عليه السلام من أبيه أمير المؤمنين فهو ابن أمير المؤمنين نسبا وابن أمير المؤمنين عقيدة وولاء وكما في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله يا علي أنا وأنت أبوا هذه الأمة فالأبوة النسبية وأيضا الأبوة الولائية والاعتقادية والتي ورثها العباس عليه السلام من ابيه امير المؤمنين عليه السلام فهنيئا لك يا ابا الفضل على هذه الكرامات وهذه المكرمات وهذه المزايا التي قل من ينالها من من كل من كل كل فئات الارض ومن كل الامم والاعراق والاديان السلام عليك يا ابا الفضل العباس ورحمة الله وبركاته جعلنا الله تعالى من الفائزين بزيارتك في الدنيا وشفاعتك يوم القيامة وشفاعة أبيك أمير المؤمنين وشفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.